تمام وحدا يعمل مشكلة فينا، فتجي أمي إنه تسألنا شو رأيكم بالشي هاد، فنقول إنه يا عيب شو، إنه عيب هي إيه عيبه، فاهمين؟ ففعليا ردت نفس ردة الفعل أعطيتها إياها لريتا، فطلعت بالمشهد كأني يعني كيف بدي أقولكم كأني متربي 7 مرات وجاي على البرنامج. وأسفاه مع الأسف. كم مرة رح ترتبط بالبرنامج؟ لا انتو بتشوفوا بتحكموا. انا حكيت كلمة اول ما دخلت البرنامج، مش حابب اتنطط من واحدة لوحدة، حكون مع واحدة يكون نستار معها والفنش معها. بالحلقة بتشوفوا اذا صار هذا الشيء، بالحلقة بالحلقات اللي جاي بتشوفوا صار ولا لا. بس لا تنسوا انه الرجال بتكون قد كلامها. مين حيفوز اليوم؟ الدومي التربية والتعليم. لا يا عمي انا مش قادر اربي نفسي لحتى اربي حدا، انا اهلي ربوني وتعبوا علي وصرفوا علي وربوني طلعوني باحسن صورة، راح صرت انزح حالي. بدكم يعني انا اربي ناس؟ لا يا عمي انا من نفسي مش قادر اربيها، ولا التربية اللي حطوها فيني اهلي مش قادر احافظ عليها. راح حطيت حالي في برنامج، خلني ساكت بس اسكت يا لساني عقول ترد. مش طبيعي. لا طبيعي يا عمي طبيعي. خلاص العيد. لا يا عمي اي عيد، اليوم عيدنا، اليوم الاعياد كلياتها. الله يلعن ابليسك يا طارق، فضحتني. ترى انا يا جماعه بس اقعد استنى حدا كل اشي جواتي حرفي فعليا. بتعرفوا الطفل الصغير اللي بس تحطوه مع الضيوف 5 دقائق وتطلعوا وتعملوا فنجان قهوه وترجعوا يكون فاضحكم طلع كل الكلام؟ انا فعليا بس اقعد عم بستنى حدا واشوف حدا طلع كل الكلام. يعني شكرا طارق جد من هون، شكرا، فضحت نفسي. أنا ابليسك يا طارق. خديجة شكرا، أميرة شكرا. يلي فازوا يستحقوا، أنتوا بتشوفوا وبتحكموا. شو برجك آدم؟ العقرب. آدم بنكرياس ولا آدم؟ فلانة وصلت المليون، قال يعني على اساس انه قالت فلانه وصلت المليون يعني ما نعرفت. لا كنت اسكري اسمها يا اختي، مش احسن لك؟ لا تعصب، مش معصب برهواء. الله يلعن ابليسك يا طارق. يزن شكرا يا يزن. لولا، لا لوال، لوال شكرا يا لوال. هدي يا معود. اشبيك اشبيك يا معود، منين جايب هاي الكلاوات؟ منور آدم، منور بوجودكم. شو رح تسمي بنتك؟ أنا بس جبتها صار عمرها 3 أشهر ومش ملاقي لها اسم. عندي أمهم بس تمام اسمها سيمبا، وأمهم خلفت 2، الاثنين لهلا مش ملاقي لهم اسم. بدي اقعد افكر لكم ببنتي اللي بدي اخلفها ما بعرف ايمتى ايش بدي اسميها. فكوا عنا يا اسئله، ما بعرف منين بتجيبوها. ايه شكرا يا ايه. البرنامج خلاص؟ البرنامج خلصنا تصوير زمان يا جماعه.
بتحبنا كتير. ما انتو عائلتي التانية يعني. شوفوا البني آدم بس يكون قاعد بنتظر حدا بيقوم بدق على أغلى شخص عنده مشان يوانسه، فاهمين؟ أنا قاعد بستنى، ففتحت معكم لايف أدردش معكم يعني. بحبكم، أحبك من العراق، أحبكم أنتوا أهل العراق كلياتكم، أحبك أنت وأهل العراق. نوف شكرا يا نوف. مين تنتظر؟ انتظر طارق. نوف شكرا يا نوف. سانا ريم شكرا يا جماعة، نحبك من كردستان وأنا أحبكم كلكم. ترى شوب بالسيارة وما بدي أشغلها عشان ما يطلع صوت المكيف. نوف شكرا يا نوف. ما بدي أشغل السيارة عشان ما يطلع صوت المكيف، وما بدي أفتح الشباك عشان ما يطلع صوت الضجة اللي برا، وعايش بعمل بروفا لجهنم، استغفر الله العظيم. شوف العرق. عيد ميلادك. شغل يا آدم، شغل إيش؟ ترى على فكرة فيني شغلة أنا، عارفين لو هذا الشيء شغل والله ما بتحمل، والله لو إني قاعد هلأ بمكان بشتغل طلعوا عرزقتي، تمام؟ أنا فيني هذا الطبع، لو قاعد بمكان بشتغل عرزقتي وما في كونديشن وشوب هيك والله ما بتحمل، بتركه وبطلع. بس عشاني أنا أصلا بعمل هذا الإشي وأنا حابه، فاهمين؟ فاتح لايف معاكم، مبسوط معاكم، فرحان معاكم، مش مشكلة عندي، فاهمين؟ أما لو موضوع شغل خلاص بتركه وبمشي، ما بتحمل. ترى مليون شغل اشتغلت في حياتي، كل ما أدخل مكان أتقلع منه، أنطرد منه، لأني ما بتحمل الوظيفة، مستحيل أتحملها. كيف حالك؟ تمام الحمد لله. والله جبت أم العيد اليوم. بنحبك من المغرب، أنا بحبكم كلكم وأنتوا أهل المغرب. آدم أحكي تركي تركي بالمدينة مسؤول أدمية. شو 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 في هالتعليق العاد؟ ربي دقن يا آدم يطلع عليك أحلى. هو نستناها تطلع يعني، ما بقدر أمسكها أسحبها أطلعها، هي بتطلع شوي شوي. أوف. متى رح تخطب؟ والله مش عارفي، عدت ياسير إن شاء الله. فين تعلمت؟ تتعلم قراءة العربي فين تعلمت يا جماعة؟ في مدارس في تركيا اسمها إمام هاطيب، يعني كيف في المدارس بالوطن العربي بيعلموكم لغة أجنبية هي اللغة الإنجليزية، هون بتركيا في مدارس اسمها إمام هاطيب بتعلمكم اللغة الأجنبية، يعني في اللغة الأم اللغة التركية، وفي اللغة الأجنبية بتكون اللغة العربية بيعلموكم إياها عشان القراءة والكتابة. وبنفس الوقت كمان أنا في فترة من حياتي كنت بدولة عربية معينة، فاهمين؟ عشت فيها كم سنة، فعشان هيك شكرا للكل. شو دخل الكل؟ قصدي انه شكرا لهاي الدولة اللي علمتني، بس مش هحكي هلا، بس خلص البرنامج هحكي لكم. يا جماعة انا حسكر اللايف، شكرا لكم كلكم. انا بس هاد اللايف كان جحفلة، حبيت اني اشوف مين بتابعني ومين موجود ومين ما موجود ومين بيجي بسرعة. حبكم كتير، انتبهوا على نفسكم يا رب. بلش لي بالعيد، خربطنا نبلش. انتبهوا على حالكم، بحبكم كتير. خليني ادق لطارق هاد، واذا مش جاي انا اروح اجيبه. بحبكم يا جماعة، عودة ريتا. انتبهوا على حالكم وخلوا يومكم سعيد، وما تسمعوا ما تسمحوا لأي إنسان يأثر عليكم أو ينكد عليكم، وأي حدا بينكد عليكم بتنمروا عليه وعملوا له بلوك ونكست. مصطب حياتكم، الحياة حلوة. السلام عليكم.